اهلا بكم. تعرف ان في ميثاق بيكون بين الشيطان وبين الساحر؟ تعرف ان الميثاق ده بيكون عباره عن عقد مكتوب بخط اليد، وتعرف ايه البنود اللي بتكون موجوده فيه؟ مش هتصدق ان في كل مكان او كل منطقه بيكون في عمده على السحره او كبير للسحره. قبل ما ابدا عايزك انك انت تدوس لايك وتعمل شير، ولو انت اول مره بتسمعني اضغط زر سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك مزيد من مقاطع الفيديو. خلينا نبدا. عايزك تعرف يا اخي الكريم ان الساحر عشان الشيطان يخدمه ويقدم له فروض الطاعه لازم ان هو يبيع نفسه واهله وماله ليه. لو ما عملش كده الشيطان مش هيساعده نهائيا. ومش بس كده، في العقد ايضا ان الشيطان مش ملزوم باي شيء نهائيا، وهو بمثابه عقد عبوديه من الانسان للشيطان والعياذ بالله. ولذلك ممكن واحد يقول لي انت جبت الكلام ده منين وايه المصادر بتاعتك؟ اقول لك، في فرنسا في محامي كبير اسمه موريس جارسون. هذا الرجل من اكبر المحاميين في فرنسا، وهذا الرجل ألف كتاب في عالم السحر والسحرة، يعد مرجع لدى الأوروبيين بيرجعوا ليه لما بيكونوا بيحبوا يألفوا في هذا الفن. يقول إن هناك عقد بيكون بين الساحر وبين الشيطان. هذا العقد بيلتزم الطرف الأول وهو الساحر ببيع روحه وأمواله وولده للشيطان. الطرف الثاني ما بيكونش عليه أي مسؤوليات نهائيا. خلونا نروح للعصور الوسطى. في سنة 1619 كانت هناك ساحرة تسمى ستيفينون أدوريت. هذه الساحرة كانت تلقب بالساحرة البرنية، وكانت من أعظم الساحرات آنذاك. لما قدمت للمحاكمة وقفت قدام القاضي، ادته العقد اللي بينها وبين الشيطان. هذا العقد كان مكتوب على قطعة من جلد القط وقيل من جلد الكلب، وكان مكتوب بدم الحيض أعزكم الله. وسبحان الله، لما وقفت على مثقلة الإعدام وخلاص هيضطر رقبتها، الشيطان ما عملهاش أي حاجة. ليه؟ طب فين الشيطان اللي كان بيخدمها؟ طب فين الشيطان اللي كانت موقعة معاه؟ ما عملهاش اي شيء نهائيا، وما وقفش حتى جنبها وما ساعدهاش ان هي تتخلص من المشكله اللي هي فيها، وماتت هذه السيده. ولذلك الشيطان دايما بيتخلى عن الانسان اللي بيطيعه في اقرب فرصه، وربنا سبحانه وتعالى وضح ده لينا في القران الكريم. يقول الله عز وجل: وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. عشان كده لازم تعرف ان الانسان اللي بيبيع نفسه وبيبيع روحه وبيبيع يعني اولاده حتى للشيطان عشان يكون ساحر بيصاب بالفقر في نهايه حياته. ايه اللي دخلك في مجال السحر؟ عايز انك انت تكون غني؟ طب انت عايز توصل لايه بالظبط؟ تعرف ان انت هتتفقر في نهايه حياتك؟ تعرف ان اولادك هيصابوا بامراض عديده جدا؟ وتعرف انك انت ايضا هتموت شر موته لو ظليت مصمم على انك انت تكون ساحر؟ فحاول انك انت تتوب وترجع لربنا. اي انسان ساحر سمع المقطع ده اتمنى انه يرجع لله عز وجل، ويعرف ان الدنيا ديت ايام معدوده، ويعرف ان ببيع نفسه للشيطان هيكون في الاخره يعني من اعوانه وهيدخل النار، لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. عشان كده يا اخي الكريم عايزك تعرف ان القرين اللي بيقترن بالساحر من عالم الجن او عالم الشياطين من مملكه ابليس مملكه السحر بيكون كارهه، وبيكون عنده وظيفة معينة إن في نهاية خدمة هذا الساحر إن يفقره ويذهب بكل أمواله ويصيبه بالأمراض العديدة. ولذلك لما يجي الإنسان الساحر يتعرض لمرض أو يتعرض لمشكلة في أبنائه أو يتعرض لمشكلة في حياته يسأل الشيطان: أنت ليه ما ساعدتنيش؟ يقول له: هل في العهد اللي بينه وبينك شيء يدل على إن أنا لازم أساعدك؟ فيعني بيع نفس ودمار، ويعني سبحان الله ما بيستفدش أي شيء. هذكر ليك أيضا مثال من التاريخ. في كاتدرائية جرجنتي كان هناك قسيس، هذا القس باع نفسه للشيطان ووقع عقد مع إبليس ذات نفسه. أيوه، مع إبليس ذات نفسه، هذا ما ذكره غالب المؤرخين. هذا العقد جاب لغة غريبة جدا، يعني ما استطاعش أي إنسان أن هو يترجم اللغة اللي موجودة ولا يعرف إيه اللي مكتوب. حتى أساتذة اللغات في الجامعة ما عرفوش يترجموها ولا عرفوا يوصلوا لمعنى أي شيء إلا بس اسم القس. هذا ما ذكره الأسقف فرانسيسكو ماريا جوتش، وضع ذلك في كتاب اسمها الميثاق بين الشيطان والانسان، ترجم الى اللغه الانجليزيه في انجلترا سنه 1929. اخي الكريم، لازم انك انت تحصن نفسك بالاذكار في الصباح والمساء. يكفيك انك انت تقرا ايه الكتب في الصباح ربنا يحفظك حتى تمسي، ويكفيك انك انت تقراها في المساء ربنا سبحانه وتعالى يحفظك حتى تصبح. وما تنساش تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء. وقول الدعاء ده واعرف ان ربنا سبحانه وتعالى هيحفظك بيه. قول دايما: اللهم اني اسالك العافيه في الدنيا والاخره، اللهم اني اسالك العافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي،
اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعض مكة أن أغتال من تحتي. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا أجمعين. لو عجبك المقطع ده ما تنساش أنك أنت تدوس لايك وتشيره لأصحابك عشان يستفيدوا منه، ولو أنت أول مرة بتسمعني اضغط سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك مزيد من مقاطع الفيديو من قناة التفسير الأحلام. ليكم مقطع تحت، أنا أخوكم يوسف أحمد، دمتم في أمان الله.